يا شيخ تامر، هل الذكر ممكن أن يعالج الغلوب فعلا؟ احنا مشكلتنا يا جماعة ان احنا اصلا غفلانين عن علاج رباني، عن علاج قوي جدا جدا، علاج مفعوله في النفس ومفعوله في القلب، علاج ملوش حل، هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ذكر ربنا علاج لكل أمراض قلبك، ولكن إحنا غفلانين عن هذا الدواء وغفلة شديدة جدا جدا. بس مش بس الذكر هو اللي يعالج القلوب صح؟ لا طبعا، هو مش الذكر لوحده، بس الذكر ده أسهل علاج ممكن تعالج به نفسك، وممكن تعالج به قلبك، وممكن تزود به الحب اللي انت طالبه لربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول ايه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تخيل ربنا بيسألك ألا بذكري يطمئن قلبك. اطمئنان القلب دي درجة توصل لها وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، مش من أول ما هتذكر هتلقى نفسك وصلت لطمأنينة القلب وطمأنينة النفس، لكن دي مراحل علاجية انت بتمشي فيها مرحلة ورا التانية. تبدأ تذكر ربنا، طول ما انت ماشي في ذكر ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بقى العلاج النوراني لقلبك والكل اللي في قلبك بقى من شهوات وشبهات وأمراض نفسية، يبدأ بقى الذكر يطلعها، لأن الذكر له نور، وانت بتذكر ربنا فيه نور من نور الذكر بينزل في القلب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن القرآن ايه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويقول إنا نحن نزلنا الذكر، فالقرآن هو ذكر وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن ربنا بيقول عنه ايه بقى؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ايه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. طب احنا عندنا جبال في قلوبنا محتاجين ان احنا ننزل عليها اللي يدكها واللي يفتتها واللي يشيلها من على القلوب علشان القلوب تلين تاني لربنا سبحانه وتعالى. فايه اللي عندك تعمله؟ عليك ان تذكر الله. الذكر انواره بتنزل في القلب، فتبدأ تبص في القلب ده، اذا كان القلب فارغا من اي شيء سوى الله يبدأ الذكر يملى القلب نور، فيبدأ يديك مباشرة طمأنينة وهدوء وسكينة، وتوصل لحتة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما إذا كان في القلب حطام من حطام الدنيا، تحول هذا الذكر إلى نار. تحول إلى إيه؟ إلى نار. تمسك كل الشهوات اللي عندك في قلبك، طول ما أنت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى ينزل النور على القلب، يمسك في الشهوات اللي جوه، متحول إلى نار ياكل فيها، فكل شوية يخلص لك الشهوات اللي جواك، كل شوية يخلص الشهوات اللي جوه القلب، لحد ما توصل لمرحلة عالية فيبدأ يخلص كل ما في القلب من شهوات، فتشعر فقط بذكر الله عز وجل في قلبك. حينما تسمع ذكر الله يلين قلبك ويخشع ويسجد لله سبحانه وتعالى. لكن يضاف بقى على الذكر في معالجة القلب، يضاف إليه أن الإنسان يحتاج إلى نظرة من الله سبحانه وتعالى. هذه النظرة إذا نظرها الله إلى عبد يحوله من فاسق إلى تقي، ومن كافر إلى ولي. وده يحصل إمتى؟ يحصل أولا بفضل الله ورحمته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقيده شيء، ويحدث أيضا عندما تذكر الله، لأن الله عز وجل يقول أنا جليس من ذكرني. ربنا بيبقى يتجلى لك وأنت تذكر الله عز وجل. فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فربنا بيذكرك فاذكروني أذكركم. فلعلك وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى أن تصيبك نظرة، هذه النظرة يكون فيها رضا الله تبارك وتعالى عليك، فينقلك من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن مرض إلى شفاء، فيهبك بذكره لسقمك الدواء.
يبقى الذكر هو أسهل وسيلة لعلاج القلب. الذكر مش محتاج منك مجهود، تذكر الله على كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فقدامك مفتوحة إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولا تمنع من الذكر أبدا. شيخ تامر.